بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينما تتجه الأنظار صوب انتخابات 2023 بتركيا، أردوغان يقول استريحوا سنفوز مجددا إن شاء الله. ماذا قال أردوغان وما دلالات ذلك على الانتخابات المصيرية في أواسط العام القادم؟ لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية. علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في تركيا في حزيران يونيو 2023، وفي كلمة له خلال لقائه مع عدد من أعضاء ونواب حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة، قال أردوغان إن الانتخابات يتم الفوز بها على أرض الواقع وليس على وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة لنا ما يقوله الناس في الميدان هو المهم وليس خطابات وسائل التواصل الاجتماعي. وتابع قائلا لا ينبغي أن ينخدع النواب بالتصورات التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، فالكلمة الأخيرة التي يقولها الشعب هي المهمة. وأضاف أردوغان استريحوا سنفوز في هذه الانتخابات إن شاء الله، سنعمل بجد، سنحاول، يبدو أننا في حالة جيدة ونحن في حالة جيدة. وفي أيار الماضي أظهرت دراسة مختصة باستطلاعات الرأي نشرها مركز سونار التركي تفوق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفارق كبير عن أقرب منافسيه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2023. وتضمن الاستطلاع عددا من الأسئلة حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية وما هي أبرز المشاكل التي تعاني منها تركيا حاليا. وفي إجابات السؤال التالي: من تود أن يكون رئيسا للجمهورية؟ حصل أردوغان على المركز الأول بنسبة 34.2%، تلاه رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة الحالي منصور ياواش بنسبة 13.9%، فيما حصل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو على نسبة 11.1%. ووفق استطلاع الرأي الخاص بالأحزاب السياسية، حل حزب العدالة والتنمية الحاكم في المركز الأول حاصدا 26.6% من الأصوات. تلاه حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بنسبة 20.7%، وحل حزب الجيد المعارض في المركز الثالث بنسبة 12.8% من الأصوات. ومن المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في حزيران يونيو من العام المقبل 2023، ولم تقدم المعارضة التركية حتى الآن اسم مرشحها أو البرنامج السياسي والاقتصادي لمستقبل تركيا. بذلك متابعينا الأعزاء نكون قد فرغنا مع حضراتكم من هذه البشارة الجديدة والتي يسوقها الرئيس رجب طيب أردوغان للعالم الإسلامي والشعب التركي. نسأل الله عز وجل أن يوفق تركيا لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. متابعينا الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.